يرجعوا لمحلاتهم، حيت قرار جاي من الفوق، حنا ما غاديش نتحداو القرارات ديال السلطه. السلطه كيقول لك غد ممنوع التنقل بين المدن، خارج بين المدينه ومدينه ما تنقلش ليها، تدخل تخدم لداخل فلالين بحال المعارف، ليساس فاق، الساحه، الدوره في كازا، في سونتر فيل اللي خدام فيه انت اللي عندك اما باش تخرج التنقل بين المدن ما تنقلش. وحنا تحت السلطات اللي قالت السلطه راه حنا معاها، حنا واش نخالفوا القانون ديال الدوله؟ نخالفوا القانون ديال الدوله غادي نهبطوا حتى واحد ما غيبقى يشوف فينا ونخلوا ولادنا يتامى. هادشي اللي كاين. الا خرجتوا انتم بالطاكسي دابا خارج من المدينه ما تخرجش من المدينه، تخلي الطوموبيل وتخلي البيرمي ديالك. السلطه علمتك بانك ممنوع التنقل بين المدن، واش تقول السلطه تقول لك قرار وتجي انت غدير قرار ما عندك؟ لا يعقل، حنا مع السلطه ومع القانون. عطاونا السلطه اوتوريزاسيون باش خرجوا، راه خرجوا كانوا قالوا الاثنين ما قالوش. شوف خرج قرار البارح بالاخبار دوزوها، قال لك ممنوع التنقل بين المدن. علاش يقولوا على غفله؟ حنا مع الناس ديال السلطه، واش انت غتقدر تخالف قانون ديال السلطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي واسم جميع السائقين سيارات الاجره. اول شيء هذه المده هذه اللي كانت في هذا الوباء فيروس كورونا، فالناس ما بقاش تعطلت على العمل، توقفوا على الخدمه وكذا، بغاو يسافروا، لان كثير من الناس كيقولوا احنا ما بقاش عندنا ما ناكلوا، واكثريه كيسكنوا في الشانطيات، يعني حتى الشانطي واقف ويمشوا عند وليداتهم. احنا دائما وكنناشد بها جميع الفئات باننا احنا دائما كنقولوا الطاكسي ماشي ديالنا، احنا كارباب الطاكسيات، كنقولوا الطاكسي ديال المواطن، وما عمرنا منعنا المواطن على الطاكسي، ودائما احنا مع 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 الكليان، مع الزبون، لان الزبون هو اللي كي يعني هو اسباب العيش ديالنا حنايا. وكان واحد الاشاعه اللي وقعات اللي كيقولوها بعض المسافرين باننا احنا زدنا في الطريفه، هذا خطا وهذا كذب على سائق سيارات الاجره. فكان كنا قلنا لنا داك الشيء، كان واحد العدد كبير ديال المواطنين ديال المسافرين اللي بغاو يسافروا، ودرنا لهم واحد الصف، يعني كل ديبار درنا ليه الصف ديالو، مثلا زولا صف وكل واحد درنا ليه الصف. دوك الناس الاخرين اللي جاوا الاخرين كان الطلب اكثر من العرض، كانوا السيارات القلال لانه كيمشي واحد المده ديال الزمان ديال 3 سوايع 4 سوايع 5 وكيتعطلوا، وكاين الطلب كثير، فكانوا الناس كثار وكانوا غير ثلاثه البلايص. دابا هذوك اللي جاوا في الصف الاخر فهما ولاو كيضطروا انهم ينيغوسيو مع سائق اخر، يعني كيجي مدرق وكيزيدوا الثمن باش يمشيو، لانه باش حيت هو النوبه ديالو غتوصلوا بعيد. هذه من جهه اخرى، حنا كارباب السيارات الاجراء عندنا التريتات وعندنا الكريمه، كاين الاكثريه اللي عنده 50000 ديال التريتا بحكم هذا العقد النموذجي الجديد، حقات فيه يعني العماله قالت انه خصو يكون السميك هو 50000 2500 درهم. دابا حنا واقفين، المسافرين واقفين، سياره الاجره واقفه، السائق واقف، كاين الشيفور اللي الشيفور بحال طالب معاشو، الا خدم اليوم غدا الا ما خدمش تبان فيه ما يتسلم باش يدوز النهار. بالنسبه للارباب الملاكه ديال السيارات عندهم الكريمو وعندهم التريتات وعندهم 10000 درهم ديال لاسورانس في العام، يعني واحد القدر من المال اللي يوميا خاصو يتحط للسياره، يعني تقريبا واحد 250 درهم في النهار. وحنا دابا الان واقفين، زائد اننا خصنا ما ناكلوا مع وليداتنا، واخا حنا ولاد الدار البيضاء وما غنسافروا فين، لكن كما قلنا 2500 درهم ديال الكريمه والتريتات، كاين اللي عنده 2000 درهم، كاين اللي عنده 3000 درهم. كنتمناو وكنطلبوا من الله صادقين انه الوزاره الداخليه تشوف، وزارة المالية تشوف من هذا الحال ديال السائق للسيارة الأجرة. حنا ما كنطلبوش شي تعويض، ولكن كثر ما كنطلبوا حتى هاد المسافرين بغاو يمشيو في حالهم، حنا مستعدين نخدموا، مستعدين نحركوا الناس وديو الناس. غير وزارة الداخلية كنطلبوا بأن كناشدوها باش دير واحد القرار وزاري اللي تنشروا على صعيد التراب المغرب، باش يخليونا نتنقلوا بشكل عادي بلا ما يوقفونا، لأن دابا كثير من الناس في الصباح صباح يوم الاحد مشاو الناس داو المسافرين حدود ديال الدار البيضاء وقفوهم وردوهم. كناشد من هذا المنبر كناشدوا وزاره الداخليه باش دير هذا الحل، لا للمسافرين ولا لسائق سياره الاجره ولا للمواطن والمجتمع المدني ككل، وشكرا.